من طفولته قائد، عنده إصرار إنه يوصل للي هو وصل له، النوع الراجل قوي المخلص قوي، شخصية صعب تكرارها. أسد موجود ملوش بديل، شفت الشجولة ولا عظمة ولا احترام زي هذا الرجل، كنا بنخاف نروح له. التعامل معاه فرحة. ايه النوعية دي؟ نوعية غريبة يعني. في ردود فعله ساعات كتير بتبقى غير متوقعة. ويطلع بتاخد البطل ويمسك. قال لي بس ما تخافش، أنا مش قلقان عليك. كانش فيه لعيب يقدر يخرج عن النص أبدا، هو موجود. كان بيقول دايما راحتي جوه النادي الأهلي. لجمال وسابق. أول واحد إداني شخصية النادي الأهلي. إحنا مش لاقيين يعني رجالة زي دي. زي ثابت البطل خد من اسمه عنوان عريض لحياته، والأهلي كان له بيت ومشاركه كل أوقاته، مات وسيرته مكملة ومكملة صفاته، معدن أصيل في القلب ثابت، وحكايته سيرة معطرة اسمها سيرة البطل. ثابت دسوقي ثابت البطل، من مواليد الحامضية الجيزة 12/9/53. من زمان كان بيحب الكوره، كان دايما بيلعب في الشارع، وبعد كده بدا يجي في نادي شركه السكر. كان نادي سكر الحمديه بيطالب ناشئين تحت 16 سنه، فبدا هو يقدم مع الناشئين، ولعب في الناشئين تحت 16 سنه اكتر من سنتين، كان بيلعب خط وسط، وبعد كده بدا يعني يصعد من 16 ل 18 سنه، المسابقه اللي كنت انا موجود فيها كحارس مرمى اساسي لفريق الناشئين يعني تحت 18 سنه. بدات في نادي سكر الحمديه مع كابتن ثابت الله يرحمه، كان هو طبعا القدوه بتاعتنا وهو الاكبر مننا، فكنت انا في الناشئين صعدت مع الفريق الاول مع كابتن ثابت. ثابت ليه قصه كده، ما بداش حارس مرمى، بدا مهاجم وتحول الى بالصدفه الى حراسه المرمى. هو كان بعد كل تمرين يبدا يشوط عليا وانا اشوط عليه، لان هو كان حابب برضه حراسه المرمى. وبعد كده فضلنا فتره من الفترات بالنسبه للدوري الناشئين هو بيلعب خط وسط وانا بلعب حارس مرمى اساسي للفريق 18 سنه. جه فتره من الفترات انا اصبت، بعد كده كابتن الله يرحمه السيد عثمان مدرب سكر الحمديه وكان لعيب في النادي الاهلي في الستينات والخمسينات مع كابتن طه اسماعيل، وده اللي كان هو اللي عمل حاجه اسمها ابراهيم عبد الدايم وثابت البطل كحراس مرمى يعني. بعد كده ثابت البطل لما انا اصبت بدا ياخد مكاني في الفريق يعني. احنا اتنين من نفس البلد من الحمديه، يمكن انا كنت بتفرج عليه في الملعب اللي هنا وبيقف حارس مرمى للحمديه، وانا كنت صغير طبعا كنت بقى قاعد في النادي بتفرج عليه. النادي الاهلي كان جم بيلعبوا هنا في النادي، كان بيلعبوا الحمديه سكر الحمديه وبتاع، وهو كان واقف حارس مرمى والكلام ده كله، فاكتشفوا لقوا ان هو حارس مرمى كويس وبتاع، وبدا بقى نتكلموا معاه وبتاع على اساس يروح يلعب في النادي الاهلي، وبدات الخطوات. وتفضل عيون عبد البقال بنظرة ما بتجليش أحد أهم داعم الأهلي بالمواهب عبر تاريخه، وكان لازم عيون أشهر كشاف لاعبين في تاريخ الأهلي تلقطه وتقول له مكانك في الأهلي. كانت مفاجأة للكابتن ثابت نفسه يعني أنه هيروح النادي الأهلي، طبعا ده حلم أي لاعب وخاصة القرى والأرياف، فدي حاجة يعني كانت كبيرة بالنسبة للكابتن. أنا جيت النادي الأهلي سنة 73 لقيته موجود، كان جاي من الحمدية، كان ناشئين هو. وأنا طبعًا جيت من السودان، ما كانش يعني بينه وبينه أي احتكاك أو اختلاط، كان في إكرامي موجود وكابتن عصام عبد المنعم، دول من اللاعبين حراس المرمى، وحازم كرم الله يرحمه، وأحمد ناجي، بس أحمد ناجي جه بعد كده، دول حراس المرمى اللي أنا عاصرتهم في السبعينات. أنا أتذكر أول مرة أسمع عنه كان هو مجند، وكان مجند وكان الضابط بتاعه الكابتن سمير زاهر رحمة الله على الجميع. فبكلم مرة الكابتن سمير قال لي يا عدلي ده عندنا مجند اسمه ثابت البطل
هو فين ده 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 هو كان تحت 21 سنة أو 21 سنة. قال لي ده حاجة جامدة جدا جدا، ده يقدر بكرة الصبح يشيل مسؤولية النادي الأهلي. فلما خلص التجنيد ورجع افتكرت كلام الكابتن سمير عالق عنه وابتديت ارتبط بيه، لأنه كان شخصية أنا بحب النوع ده، النوع الراجل قوي المخلص قوي. ثابت الله يرحمه جه النادي يمكن 73 ولعبنا مع بعضينا لغاية 77 أو 78 وهو كمل بقى طبعا الكابتن ثابت. أول احتكاكي بثابت البطل في 75 أول مرة يعني كنت أتقابل معاه وشفت شاب يعني مختلف اختلاف كبير جدا عن بقية الشباب، راجل وسابق عمره في سلوكياته وفي انضباطه وفي رجولته، واعتقد ان هو من بعد هذه الدوره انتظم مع فريق النادي الاهلي الفريق الاول وابتدى ياخد مرحله كبيره فيه. ثابت البطل الحقيقه كان سريع جدا جدا في انه من الناشئين هو واكرامي صعدوا الفريق الاول قبلينا، يعني انا جيت لقيتهم هم في الفريق الاول، كانوا هم الحارسين الاساسيين من ما جينا النادي الاهلي من 73 لحد ما انا بطلت، كانوا هم الحارسين الاساسيين الموجودين في النادي الاهلي. ويستمر ثابت البطل في التوهج وحماية العرين الأهلاوي ومع الأهلي يكسب بطولة ورا بطولة كاس ورا كاس، والأهم أنه أصبح شاهد على أول مشاركة إفريقية وأول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي. أفضل حارس مرمى يتوقع الكرة فين من غير مجهود أو من غير ما يعمل فيها نوع من المنظرة أو الشكل الجمالي. ثابت اللي هو يعني أقل حاجة ممكنة في انه يطير، يعني دايما بيسموه عندنا بقى فهمتها بعد كده اسمها الفوتورك، يعني بالنسبه له ده المهم. قال لي بص على رجلي، قال لي حارس المرمى يعني حركات رجلين بس. عنده الفوتورك ده احسن من اي فوتورك لحارس مرمى في الوقت الحالي، بيلاقي سكته في وسط 2 3 ويطلع يمسك الكره ويمسك ممكن بايد واحده، وكان عنده السيلف كونفيدنس ده الثقه المتكامله في النفس بشكل رائع. اسد موجود في التكنيكس بتاعته، في الاشتراك في الكرات، تضييق الزوايا، الكرات العالية، يعني الكرة اللي هي هنا إكرام يطير يجيبها شو جمهور يحب الحاجات دي، ثابت ياخد خطوة ياخدها كده يموتها. ما حسس الناس ان دي تصويبة لها شأن من مسكها مسك، مش مثلا ابعادها واللاعب يحب ان يعمل شو وبين ان هو بعد كرة خطيرة، لا هو كان يمسكها مسك تبان يعني لكنها تصويبة عادية. هو بسط لنا فكرة حراسة المرمى. كان متعب جدا للمهاجمين، كان اي حد يطلع قنبلة من رجله تلاقيه تحت الكرة من غير ما يترمي، من غير يعني نزوله على الارض كان قليل جدا. كنا بنخاف نروح له احنا كمهاجمين لانه فعلا كأنه لاعب اكروبات. تاخدت من مصطفى يونس ومش عند نوح بيحط. برافو يا ثابت، برافو يا ثابت يا بطل، برافو يا حمدي نوح، لعبها جميله جميله جميله. كان ذكي قوي في الانفرادات، يعني اي حد ينفرد بيه مش عمليه سهله يعني. فاحيانا كان الكابتن ابو رجيله كنا بنعمل دراسه التعامل مع ثابت لو هو واقف جون، فكان كابتن ثابت البطل من اللعيبه اللي دايما عليهم كومنتس جوه اوضه اللبس بتاعتنا. وتروح لاحمد رمزي يشوط يطير ثابت البطل ويمسكها. كنا بنلعب الاهلي في نهائي الكاس، وانا لعبت المباراه دي كانت احلى مباراه في حياتي، وصوبت ناحيته 6 تسديدات، 3 الشوط الاول و3 الشوط الثاني، وانقذهم وطلع هو اهدى الكاس للنادي الاهلي. حمد نوح هيشوط شوط حلوه حلوه، برافو يا ثابت يا بطل، برافو يا ثابت يا بطل. اتلعبت اوبا في ثابت البطل تمام. كان ايام كالوتشاي كانش بيلعب خالص، كان متضايق جدا جدا جدا، وكان زعلان من الكابتن فؤاد شعبان لان الكابتن فؤاد شعبان كان مؤمن بيه جدا يعني، فما كانش بيلعب. سبحان الله هو اللي نهى الموسم ولعبنا الكاس، كان الفاينل مع المقاولين العرب، وكان نجم المباراه الاول ثابت البطل، وشاء ربنا ان المباراه تخلص بضربات ترجيح، وكان ليه دور كبير
في ان احنا نفوز ببطولة الكاس. هيخش شيشيني مباراة نهائي الكاس كانت الميه قطعه في غرفة ملابس النادي الأهلي بعد المباراة، فجي لغرفة الملابس عندنا وكنت معاه أنا وهو، فقال لي يا حمدي أنا النهارده ربنا أكرمني. قلت له والله يا ثابت أنا خسرت الكاس وده صعب قوي إن احنا ناخد كاس كنادي المقاولين العرب، لكن أنا مبسوط عشانك لأنك تستاهل كل خير يا كابتن سالم.